طيب ركز معايا، تعالى نشوف البلاس يونت 2 ليسن 3، والنهارده الراجل هيديني فكره انا عن نفسي ما كنتش واخد بالي منها، اللي هي ايه رؤى. تعالى احكي لك. الولد ده اسمه عباس. عباس ده هو يا مستر دخل كليه طب وطلع دكتور قد الدنيا. عباس ده لما جه فتح عياده اول شهر او شهرين كان عنده الناس كتيره يا هنا. مع الوقت الناس بدأت ما تجيش لعباس، بالرغم العلم ان عباس ده كان اول الكليه بتاعته. السؤال تمام، هو ليه عباس الناس بدأت ما تجلوش؟ قال لي ان عباس ما عندهوش البيبول سكيلز، اللي هي المهارات بتاعت الناس او مهارات الحياتيه. تمام يا جماعه، دي الموسيقى التصويريه بتاع الفيديو، فما فيش حد يقلق يعني. تمام، طيب نكمل. تعالى بقى نشوف ايه البيبول سكيلز بعد ما سمعنا الموسيقى التصويريه، وتعالى نبدا نشوف الدنيا بتاعتنا فيها ايه. تمام، كان معكم ميركل في الفاصل ثم نبدا في الاعاده. طيب ايه البيبول سكيلز قبل ما نبدا؟ تعالى ادي لك عليها فكره. البيبول سكيلز ده هي انت محتاج تكون عندك مهارات حياتيه. ازاي يعني؟ اول ما تنفعش تبقى دكتوره تمام، واول ما المرضى تيجي تقعد تشخط وتنطر فيهم وتقعد تزعق زي ما مستر محمد بيعمل معاك كده في الحصه. تمام، ليه؟ لان المفروض الناس المرضى دي جايه تعبانه والكلام ده، فما تقعدش انت تزعق لهم او تيجي ان انت تتاخر او ما يبقاش عندك حته التواصل مع الناس. المريضه عايزه تتكلم وتحكي لك هي عندها ايه. لا 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 انا عارفه كل حاجه، لا لا انا مذاكره، انا مذاكره، انا داخله خدناهم في صفحه 18 في يا حاجه في ايه، خليها تتكلم. لا 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 ما تتكلمش. يبقى اول حاجه انت محتاج في السكيلز بتاعتك ان انت تكون ايه، بص كده، ان انت تكون بيشنتس. تيل بيشنتس ديفيكولت ثينجز، بيشنتس سام تايمز نيد تو توك اباوت ذير بروبلمز تو، سو دكتورز نيد ا جود ليسننج سكيلز. حط نمبر 1 على الليسننج سكيلز. يبقى اول حاجه محتاج لاي مهنه وبالذات الاطباء يكون عندك مهارات الاستماع، خليه يتكلم، خليه يحكي على كل اللي هو عايزه. مركز؟ حد قاعد مش فاهم؟ طيب تاني حاجة محتاجها في الأطباء إن هو يكون يقدر يشتغل في تيم. يعني إيه في تيم؟ يعني أروى ده إيه؟ إحنا عندنا مشكلة مع المريضة اللي من شوية اللي عمالة تعطس، بتعطس في الدقيقة 3 من أي فيديو، فإحنا هنجيب المريضة دي ونبدأ نشوف هي بتعطس ليه. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل كونسلتو من الاء ومن اروى ومن حنين. يعني ايه كونسلتو؟ يعني زي تيم كده نشوف يا جماعه هي ايه اسباب العطس ده. طيب ممكن حد من الناس ده يجي يقول لك لا 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 انا ما بحبش اشتغل مع فريق، انا رايي انا اللي يمشي. طب هل الناس كده هتبدا تتعاون معاك تاني؟ لا. يبقى الاطباء محتاجين ان هم ايه؟ محتاجين ان هم able to agree and disagree politely، ان انت ترفض او توافق على اي حاجه بايه؟ بادب. And when sharing new ideas and respect other people's opinion. حط نمبر 2 على الفرح ده كله، ان انت يكون عندك احترام لاراء الناس. اللي انت اي حد يتكلم معاك رايه ده يا سيدي صح او غلط لنفسك، ما احبش ان انا افرض رايي. يبقى تاني البيبول سكيلز بالنسبه للاطباء محتاج فيها ايه؟ محتاج نمبر 1 ان يكون عنده listening skills، مهارات الاستماع، يعني ما يقعدش ينفخ كل شويه قدام المريض ويحسسه ان هو ايه، ان هو زهقان منه. تاني حاجه ان هو respect other people، يعني بيحترم اراء الناس وبيحترم الاختلاف معاهم. فاهم؟ طب تعالى نكمل. Today knowing a lot about subject or job isn't enough. Everyone needs skills that help them work with other people. يعني ايه؟ يعني مهنتك لوحدك مش كفايه. ازاي؟ يعني يا اروى انا دكتوره، دكتوره مثلا بطنه، في 200 300 دكتوره بطنه في الجيزه، الناس لو انت ما ارتاحوش ليكي ولمعاملتك هيسيبوكي ويروح لغيرك. فهو عايز يقول كده، يقول يا فرحتي ان اروى ذاكرت وتعبت وطلعت من الاوائل ودكتوره شاطره جدا، بس مش عارفه تتعامل مع الناس، مش عارفه ايه يعني، ايه يعني تبسط الناس اللي داخلين لها. يبقى المريضه طالعه كده ومبسوطه ان هي قابلت الدكتوره اروى، واحده تانية طالعه كده عماله تدعي على نفسها. حد قاعد مش فاهم؟ تعال نشوف حاجه تانية. How school can help you to decide about your future.
تعال احكي لك عن المدارس اللي موجودة في انجلترا. المدارس اللي موجودة في انجلترا مش زينا خالص. ازاي؟ حضرتك بتيجي لحد تالتة ثانوي، بعد كده بنعمل لك ايه؟ بنعمل لك لاما تبقى علمي لاما ادبي من تانية تقريبا، ثم او علم رياضة، ثم بعد كده بتقعد تمتحن طول السنة والكلام ده، صح؟ لا، في انجلترا مش كده. امال الولد ده هو اسمه اين، وبيحكي بيقول ايه؟ بيقول ان انا لما كنت في جريد 8 في انجلترا، تمام، انا في جريد 8 واخو لوكاس ده عنده 16 سنة وهو في جريد 11. طب انا عايز حد شاطر يقول لي جريد 11 ده يبقى في سنة كام؟ تانية ثانوي. تانية ثانوي اعتقد، صح كده؟ تانية ثانوي. بيقول لك ان اخو ده لما يبقى عنده، او لما كان عنده 16 سنة في UK، اللي حصل بيقول لك يا مستر بيبدأ يعملوا له زي اختبار. معايا؟ ازيك يا رؤى، عاملة ايه؟ الحمد لله. عايز اخش ايه يا رؤى؟ عايز اخش كلية الطب. تعالي يا رؤى، هنبدأ نمتحن رؤى، نشوفها في السكيلز، مهاراتها مع الناس، مع المرضى، طريقتها في الكلام ازاي، تنفع تبقى تشتغل دكتورة ولا لا. بعد كده ايه؟ نبدأ نعمل لها اختبار في الساينس والمعلومات العامة. طب طلعت كويسة؟ خلاص، يبقى كده من اول اللحظة دي رؤى هتبدأ تدرس سنتين كتمهيد لكلية الطب. خلاص، انت كده بقيت دكتورة. أروى نفس الكلام، عايزة تطلعي ايه أروى؟ مهندسة. طب مين؟ طب نشوف السكيلز اللي هي محتاجة للمهندس، المهارات بتاعة المهندس في الحياة، تمام؟ ثم الماس والرياضة والكلام ده، نجحت تبدأ تخش ايه في الحاجات دي. اهو كمل معايا السطر الرابع. Help you decide what job you want to do. يبقى ان الامتحان ده في المدرسة بيساعدك على ان انت تختار انت عايز تكون ايه in the future. All the start of grade 11. Lucas took a special test. أو خد امتحان إيه؟ خاص. To help him decide on his future job. الامتحان ده بيحدد وظيفة المستقبل. طب استنى، البنت السلسبيل ده إيه؟ ما نجحتش في امتحان كلية الطب مثلا، اللي هو الطب. ممكن تقدم تاني؟ أو ممكن تقدم مرة واثنين وثلاثة وعشرة كمان لحد ما تقبل. بطريقة سهلة. لا محتاجة تذاكر، لا بتحتاجة تعمل. أهو. And the test asked him. طب الامتحان ده عبارة عن ايه بقى؟ Asked him what subjects he enjoys. And his teachers told him all about the jobs that he can do with these subjects. يعني ايه؟ يعني الامتحان ما فيهوش بقى اللي هو الأميبا والفطريات ومش عارف الحاجات بتاع الطب، لا. ده بيسألك في حاجات عامة. انت عايزه تكوني دكتوره؟ اه انا عايزه اكون دكتوره. طب انت عايزه تكوني دكتوره ليه؟ عشان كذا وكذا. بيبدا ينتقد ايه الطلبه دي، ثم امتحان صغير في اي حاجه كده وخلاص في العلوم او الساينس او الكلام ده. طيب ايه كمان؟ He has also learned some great skills with the Duke of Edinburgh's award scheme at his school. بعد ما انت ما بتقبل بيدخلوك في برنامج كده تبع جامعه ادنبره، بيبدا يا حنين، حنين ده هي طلعت بنت شاطرة وكل حاجة، بس ما عندهاش المهارات الحياتية ان هي تبقى دكتورة شاطرة. لا، هناخد حنين كده ونعمل لها كورس في جامعة ادنبرا علشان ايه؟ تبدأ تتعامل ازاي مع المرضى ومع الناس والكلام ده. اوكي يا مستر، يبقى انت ملاحظ حاجة؟ كل الفرح ده في ضغط على الطالب؟ لا. لو انا ما ده الكلام ده في انجلترا فعلا وفي اوروبا على فكرة كله، ما فيش بقى الامتحانات اللي عندنا والدوشة دي كلها. اهو. This is a special program. أو ده برنامج خاص in the UK في إنجلترا. Where young people play sports, learn new skills, and help people in the community where they live. I also taught him how to work as a part of team. كمان في البرنامج ده بيعلموك إن أنت إزاي تشتغل كجزء من فريق. إن أنت يبقى إيه جزء من فريق إزاي؟ يعني إحنا وإحنا بنشتغل في الفريق، لا يا رأي، لا يا أروى أنت غلطانة في الحتة دي. في بنت مجرد بس تسمع الكلمه دي يومها اتقفل، مش طايقه نفسها ومخنوقه. فهو بيعلمك ان ده عادي يا اروى، لا انت مختلفه يا مستر، لا انت مختلف يا مستر، انت غلطان في الحته دي، عادي. يبقى انت عندك حته التقبل بتاع الاراء دي. اوكي يا مستر. طيب لوكاس ناو نوز ذات هي وونتس تو بي ان انجينير وين هي فينيشز سكول اف هي داز ويل ان هيز اكزام. اهو يبقى هو لو عمل كويس في الامتحان ودخل البرنامج ده، خلاص الولد ده بعد 7-8 سنين هيبقى مهندس. At school he will go to university when he's 18. لما يبقى عنده 18 سنة هيخش كلية هندسة، يبقى قبل
هندسه السنتين دول اللي هم في ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي عندنا، يبدا بقى ايه البرنامج بتاع جامعه ادنبرا، ويبدا بقى يعدوه في الماس في الصيف في الماس عشان هو هيبقى مهندس لحد ما يخش الكليه من غير اي ضغوط. طب يا اروى محتاج في ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي يمتحن؟ لا، ده مجرد ايه اعدادات للكليه، والله ده خلاص بقى مهندس. اوكي، طب يجي في الاخر انا عايز اعرف ان هو يطلع مهندس ولا لا؟ صح، ما ممكن يكون فاشل، بيخليه يعمل حاجه اسمها بروجكت، مشروع. يعني اجي اقول لك ايه، صممي لي كوبري مثلا، صممي لي مبنى، صممي لي عماره، لو انت صممتها كويس انت كده نجحت. فهمت حاجه؟ ها، زي بالظبط امتحان كارت السيارات، انا اروى دي انا بعلمها ايه كارت السيارات طول الايه السنه اللي فاتت دي. طيب انا عايز اديها الشهاده، اتفضلي يا اروى العربيه اهي، تمام، سوقي في شارع كل دي، ربنا يستر على الناس هناك. تمام، سقت لحد اخر الشارع هنديها رخصه، جبناها من جوه بيت حنين او جبناها من السوق، يبقى هي كده محتاجه ايه؟ يعني الراجل قاعد هو وعياله كده ايه في البيت كده في مدخل البيت، ليه اروى كده داخله بتسلم عليهم، السلام عليكم نفطر معاكم بقى. طيب كمل، هات اللي بعده، هات لي بيج نمبر 96، the importance of being creative. يبقى تاني، يبقى انت اليونت بتاعي فتح على ايه؟ فتح على الشغلانات اللي ممكن نعملها في المستقبل، زي معظمها شغلانات خاصة بالروبوت. ثم بعد كده كلمني عن انجلترا والبرنامج بتاع الشباب هناك اللي هم بيخشوا كليات معينة. النهاردة هقول لك how are you being in your life، انت كمية الابداع في حياتك قد ايه؟ طبعا انت واخد ان الابداع، بص كده الراجل قايل ايه، ان الابداع يقصد بيه ايه؟ الفوتوغرافي التصوير، البينتج الرسم، الرايتنج الكتابه، يقصد بيه الحاجات دي. لا، الابداع مش شرط انه يكون في الحاجات دي. ازاي؟ ممكن ماما في البيت تكون حد كرييتيف ممتع. ازاي؟ مش فاهم. يعني على سبيل المثال تلاقي بعض الماميز كده ممكن تجيب الرز او الكلام ده كله وتروح عاملاه بولات وعاملاه زي كده باشكال معينه، وحاطه مثلا زي طماطم فوق او حاجه كده يخلي شكل الايه الاكل جميل فتبقى انت مبسوط. طيب في بعض الماميز التانية ممكن يكون الاكل قليل شويه فعايزه تخليه كتير. بص هنا الناس عاملين في الصوره ايه، بيتزاية، البيتزا اهي روحوا مقطعينها بطريقه معينه عشان تكون اللي هي شكلها مبدع وعشان ايه تكفي. If they didn't want to be an artist, actor, musician, however, being creative is very important for most jobs. Often, even in science, math, and technology. يبقى المعلومة هنا هو يا آلاء يقصد بيها اللي انت مش شرط تكون مبدع عشان تبقى موسيقار ولا رسام ولا مصورات، لا، انت ممكن تكون مبدع في حياتك. طريقة كتابتك للكلمات، طريقة ان انت تزوق الكلام ده، تعمل الانجليش بالاسود والعربي بتاعه بالايه بالاحمر بطريقة معينة تريح عينك وتبسطها. اوضتك في البيت شكلها عامل ازاي؟ منسقها ازاي؟ انت كرييتيف ولا حد مبهدل؟ اوكي؟ حد مبهدل؟ طيب انت بتضحك ليه طيب؟ بيج كرييتيف شود ستارت، امسك بقى معايا كده يلا وتعالى نشوف ازاي هنكون كرييتيف. الف ب كرييتيف، جاهزه؟ عايز اكون كرييتيف؟ طب يلا اهو. بيج كرييتيف شود ستارت when children are very young. اولا هي مش عادي، السبب ان كرييتيف ده هو اللي هيميز اروى عن اي دكتوره تانية. مش انت ساعات بتلاقي دكاتره الاطفال كده جايبين العاب للاطفال وشوكولاتات ومصاصات ومش عارف ايه؟ طب ما دي كرييتيف بتعمل حاجه كتير. تمام، في بعض الدكاتره برضو بيكونوا كرييتيف، اول ما بتشوف المريض كده ممكن تصدق وحشتوني، دي كرييتيف. يعني ممكن تجيب له سكتة قلبية كرييتيف، يعني هي حاجة مختلفة. وممكن دكتورة تكون قاعدة بتكلم كده زي أنا وميركل كده وبعد كده تلاقيها بتكلم الحيطة، إزيك عاملة إيه وأنت أخبارك إيه ومش دي كرييتيف. أوكي. هي كرييتيف يعني. نكمل. Research shows that if children draw, think, dance, and do creative activities, they will do better at math and reading. يعني إيه؟ يعني الدراسات بتقول إن الناس اللي هم شطار في الرسم والإبداع والموسيقى والكلام ده، الناس دي الطلبة دي لما يقوم في امتحانات الماس والحاجات اللي هي العلمية دي ليوم شطار عن أي طلبة تانية. اوكي، هم شطار برضو ليه؟ لان انت بتفصلي بنشاط تاني مختلف، فبالتالي لما بتيجي تذاكري
تحس ان المذاكره وحشاكي. لكن بعكس لو انت قاعده في البيت مخصصه حياتك كلها للمذاكره، هتعملي زي مين؟ زي واحده قاعده جنبي كده، هتيجي تخش الحصه وهي بتاكل لبان وجايه متاخره ومش مهتمه بالحصه. تمام، نكمل. At work, creative people aren't afraid of looking at things differently and trying something new. If there is a problem that doesn't have a simple answer, creative people will try new and interesting ways to solve. استنى بقى. الشغلانات الإبداعية ده، يعني مين أكتر بلد مبدعة في العالم؟ اليابان. أوكي؟ اليابان. تمام؟ أنت مركز. الشغلانات الإبداعية أو الشخص المبدع ده يا أروى، إن هو يبدأ يفكر لك في أفكار أنت ما تتخيلهاش. عشان كده الناس دي شغلاناتهم بفلوس كتيرة برة. فاهم حاجة يا رؤى؟ يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال، أنا ممكن عندي مشكلة معينة يا آلاء، ممكن الناس كلها تديني رأي فيها بطريقة معينة. تمام؟ لا، ممكن الشخص المبدع ده يديكي حاجة كده مختلفة. الله، آه صح، أنت عندك حق. فالشخص ده محتاج ان هو يكون كرياتيف ازاي؟ محتاج اول حاجة يشتغل على نفسه كويس، محتاج ان هو يدرس كويس، ومحتاج كمان ان هو يعمل حاجة اسمها تمارين التأمل. يعني التأمل انه يبقى قاعد في مكان هادي كده، تمام، وشايف باصص على ايه؟ على هنا، وهي عمالة تتوب كده وزهقانة من المستر كده، يتأمل بطريقة كويسة. اوكي. طيب تعال نكمل. بص كده للبيج التانية دي كده، هو الكائنات دي ايه؟ الباندا. ده باندا؟ ده مش باندا. والله ما باندا، والله ما دبدوب. بالظبط. تعالى النهارده هدي لك اربع شغلانات. تمام، الشغلانات دي مختلفه شويه. اول شغلانه معايا حط عليها وان عند الباندا. اوكي، وده بيقول لك ان ايه، انت ممكن تشتغل اكتورز في الاميوزمنت باركس. طب سؤال، الشغلانه دي مطلوب مننا ايه يا آلاء؟ مطلوب مننا، لا لا، مطلوب مننا في السطر اللي قبل الاخير فيها، you need to be very friendly to do this job. محتاجه ان انت تكوني ودوده. يعني ايه؟ يعني الشغلانه دي اولا انت حاطه حاجه كده على دماغك وقت طويل، فبالتالي انت مخنوقه. فلو انت مش حابه الشغلانه دي، اي حد هيجي يتصور معاكي كده ويجي مثلا يحط ايدك على كتفك وزكي يا دبدوب، لا، انت هتروحي ملوشاه. بالظبط، يعني هو اه بالظبط، يعني لاقي ايه، لاقي دبانه هبله كده عماله مزعجه ليه، مش عارف هي عايزه ايه، لا عارفه عايزه تتصور من الجنب ولا من الوش ولا ايه، فهيجري وراكي. كويس ان ما عضكيش يعني. تمام. طيب يبقى الشغلانه دي اول شغلانه معايا محتاجه ايه يا دكتوره آلاء؟ حنين تقول لك محتاجه ان انت تو بي فريندلي. طب تاني شغلانه معايا، اه نمبر 2، سمعت عن الفود بلاجر؟ اللي هو بيروح عند بلبن، بيدوق الايه، المخطوفه والمشلوله والحاجات اللي بيعملوها، اسمها ايه، المحروقه، اللي هليب والكلام ده كله. تمام. مش متابع انا. تمام، بيبدا الشخص ده يبدا يتذوق زي مين؟ زي شركات الشيبسي مثلا. شركه الشيبسي مثلا على سبيل المثال، في اطعمه معينه، الاطعمه دي اللي طرحتها. طب في اطعمه ثانيه مثلا بالسمك باللحمه مش عارف ايه، لما جم تذوقوا الاطعمه دي ممكن يكونوا لقوا ان هي ايه، مش كويسه، فما طرحهاش. يبقى انت ممكن تشتغلي الشخص ده اللي هو يكون ايه، تكون تاستر، فود تاستر. تمام، الشغلانه دي مش محتاجه اي مؤهلات، بس محتاجه ان انت يكون عندك ذوق. يعني عندك ذوق في الاكل، يعني عندك، يعني بتحب الاكل. اوكي، ودي طبعا ايه، شغلانه صعبه جدا ما شاء الله يعني. طيب ثالث شغلانه، انا بتريق، تالت شغلانه اللي هو الدايفر. بس انت هنا مش دايفر عادي، امال؟ بالظبط، هو هنا مش دايفر عادي، مش غواص عادي، امال يا مستر؟ قال لك انت سمعت عن الجولف؟ الجولف ده بيبقى كرات صغيره كده بيقعدوا ايه، يشطها في الارض كده. بالظبط، هو الكرات ده هي بتنزل في البرك الميه اللي هي الغويطه دي، فهو بينزل بقى. طبعا البرك دي بتبقى فيها ايه، فيها اكياس بلاستيك وزباله وفيها حاجات كتير، فهو بينزل يقعد يدور على الكره دي كانه بالظبط بيدور على ابره في كوم قش. هي عاده مش قصه يشتريها، قصته ان هي غاليه جدا. يلا بينا كمان. الكرات دي غاليه جدا. هات لي بيج 98. وجانا بتقول لي يا مستر، هي ايه الشغلات الغريبه اللي احنا خدناها؟
قلت لها اول شغلانه اللي هو الاكتور الممثل اللي هو لابس البنده ده، تاني شغلانه اللي هو زي الفود بلاجر اللي هو التاستر اللي هو بيدوق الاكل، تالت شغلانه اللي هو الدايفنج اللي بيجي الدايفر اللي هو بيجيب الكرات بتاع الايه السكواش او كرات الايه البولينج الكرات الايه الجولف. طيب رابع شغلانه معايا تعال نشوف الشغلانه ده، هي اللي هو الراجل اللي شغال في البوست اوفيس في مكتب البريد. الراجل اللي شغال في مكتب البريد ده شغال في مكتب بريد موجود في القطب الجنوبي في قاره اسمها انتاركتيكا، يبقى الانتاركتيكا اللي هي القطب الجنوبي. الراجل ده هو شغال عامل في مكتب البريد. حنين عماله تسال نفسها سؤال بصوت عالي، هو القطب الجنوبي محتاج عامل يكون بتاع بريد يعني بتاع جوابات؟ هو اصلا في ناس اقول لك اه. ازاي؟ تعالى تعالى حط خط معايا بص كده، بيقول لك lots of tourists visit the continent and they want to write to their family and friends back home. يعني ايه؟ يعني الاء بيقول لك ان في سياح كتير عايشين في القطب الجنوبي في المكان ده، بحكم بقى ان هم بيزوروا البلاد بيعملوا ابحاث، يعني اروى مثلا ممكن تكون راحت هناك مثلا شهرين ثلاثه اربعه عايزه تطمن على مامتها. هتطمن ازاي؟ ما فيش شبكه هناك ولا في موبايل ولا انترنت، ما فيش. اه والله بجد ده قرى منعزله عن العالم، هم اصلا بيستخدموها في التجارب النوويه، ما حدش كتير بيروح هناك اصلا مش للزيارات دي، درجه الحراره ممكن توصل ل 100 تحت الصفر والكلام ده تمام. فطبعا الراجل ده بيبدا ياخد البريد ويبدا ايه يسلموا للناس ده. طب الراجل ده دي شغلانته الواحده الوحيده؟ لا، دي شغلانه تانية غريبه شويه، تيجي نشوفها اهو. بص كده، the post office store clerk will sell postcard and stamps to the trust. يعني بيبدا ايه؟ بيبدا يبيع البوست كاردز اللي هي البطاقات البريديه، بطاقات كده فيها صور للقطب الجنوبي، انت عايزه مثلا مع الجواب تبعتي صوره مثلا بدل ما انت تصوري، لا احنا هنجيب لك صور كده معموله جاهزه تمام. بيبدا يبيع البوست كاردز، بيبدا يبيع الطوابع اللي انت هتحطها على البريد ده او على الجوابات. طب دي شغلانه ثانيه بص كده، and also help to count the penguins in the area. بيعمل ايه؟ بيعد البطاريق. يبقى بتاع مكتب البريد ده بيعد ايه؟ بيعد عدد البطاريق اللي موجوده في المنطقه. طب يا مستر مش فاهم ليه؟ حلو قوي. انا على سبيل المثال في المنطقه دي عندي 100 بطريق، باجي مثلا كل 6 شهور اعدهم يا سلسبيل، اه لقيتهم مثلا بيزيدوا 10 يبقى معنى كده تكاثرهم عادي. طب بيزيدوا 100 يبقى التكاثر عالي قوي. طب بيقلوا يبقى معنى كده ان هم بيموتوا. طب التقارير دي بتنفع في ايه؟ بتنفع ان الحيوانات دي نادره، الحيوانات دي ما فيش البطريق في اي حته في العالم الا في القطب الجنوبي، فيبدا بقى يحافظ او لا. هتيجي تقول لي طب ما دي مش شغلانته، صح؟ اقول لك ما هو ما فيش ناس كتير هناك، فبالتالي هو بيشوف بهم كذا شغلانه بالظبط. حد قاعد مش فاهم؟ طيب هنا هو يا مستر انت محتاج ايه؟ اخر سطر محتاج في الشغلانه دي so we need to be friendly and sociable، يعني محتاج ان انت تكون ودود واجتماعي، ما تقعدش بقى تيجي تقول ده انا منفي ده انا بعيد عن الناس والكلام ده كله. حد قاعد مش فاهم؟ طيب هنا في كلمة بروبلم وهنا في كلمة ميوزيم، تعال احكي لك القصتين. هنا هو في المستقبل في سنة 2095 في مدرس اسمه مستر كينج دخل الفصل. المدرس ده اول ما دخل الفصل راح ساب العيال كلهم وراح قاعد في الاخر كده، شدوا كرسي وقعد في الاخر، وفجأة لقوا الفصل مفتوح عليهم وداخل الروبوت المساعد بتاع مستر كينج تمام، وبدا يشرح تمام لحد مستر كينج ما اتدخلش، عمال يتفرج لحد مستر كينج ما وقف الروبوت وقال لهم استنوا. الروبوت غلط ليه؟ تعال احكي لك اخر سطر بص كده، سالهم ايه what is the capital city of Spain، شفتها مكتوبه بالاسود الثقيل تحت، ايه عاصمه اسبانيا؟ بص الطلبه هيقولوا ايه. ستودنتس كول، طالب اسمه كيفن رفع ايديه put up his hand that's easy it's مدريد. قال له يا فندم دي عاصمتها مدريد، صح ولا غلط؟ صح. بص الروبوت هيقول له ايه، you are wrong، انت غلطان، the answer is Barcelona، يعني الاجابه ايه؟ برشلونه. فطبعا هنا هو اه الروبوت اللي قال كده، the students all looked ايه surprised، كلهم كانوا مندهشين ازاي الكلام ده. طيب
كيفن. فطبعا مستر كينج راح منادي في الاخر يا كيفن، قال له نعم يا مستر، قال له يو ار رايت، انت اللي صح. اوكي فروم ذا باك اوف ذا كلاس روم اتس مدريد. ذا روبوت سيز ذات سي برشلونة، سيد كيفن. ذا روبوت از نيفر رونج، يعني ايه؟ مستر كينج ويز وريد، يعني الروبوت راح رد كده على كيفن قال له ايه؟ لا برشلونه الروبوتات ما بتغلطش. فطبعا مستر كينج بدا ايه؟ يقلق. ليه؟ لان هم بداوا ياخدوا ثقه بايه؟ بنفسه على طريقه افلام الخيال العلمي ان الروبوتات بدات تحارب البشر وتكسبهم هو ليه العلم ده مش منتشر قوي؟ لان احنا خايفين منهم. ما بهرجش، بتكلم بجد. بالظبط. طيب ده اللي هيحصل في الميوزيوم في سنة 2099. في 2099 تمام كل العالم يا هنا كان بيدار حرفيا بالروبوتات، مفيش مكان في العالم الا روبوت، والبشر كانوا قاعدين بيتفرجوا بس، ما عدا مكان واحد هو اللي كان فيه الشغلانات اللي البشر بيعملوها، المتحف. المتحف ده اول مكان فيه كان فيه الكوك او الشيف او الطباخ ده كان بيطبخ كل يوم لليل الزوار والناس دي. كان في دكتوره بتبدا تعالج الناس، كان في مهندسه، كان في مزارع، كان في كل الشغلانات. انت مركز تمام؟ وكانوا بيأدوها على اكمل وجه. فجاه حصلت مشكله بره في العالم، فبدا البوليس الفدرالي والشرطه بداوا يخشوا لمين؟ لصاحب الايه؟ المتحف ده. خير انا ما عملتش حاجه خير. قالوا له احنا عايزين الناس اللي عندك دول يطلعوا بره المتحف. ليه يا فندم؟ عملوا ايه؟ احنا عايزين الناس دي تبدا تعلم البشر ان هم يستخدموا او يعتمدوا على نفسهم. يعني حنين دي هتطلع كده، هي طباخ، هتطلع كده نجيب لها 50-60 واحده تبدا ايه؟ تبدا تدربهم على ازاي يطبخوا علشان يعلموا غيرهم. اروى دي دكتوره بتتعلم طب او بتعالج الناس، هنبدا نديها ايه؟ نديها 50-60 حد يبدا يعلمهم. ليه؟ علشان احنا ما بقناش عندنا ثقه في الروبوتات ان هي ممكن ترجع تاني تشتغل، احنا كده هنضطر نعمل ايه؟ شغلانتنا بايه؟ بنفسنا. لو زي ما تفتكر في الدروس بتاعت الكونكت بلس السنين اللي فاتت لما ايه؟ فاكر ساعه ما البير روبوت، ايوه البير روبوت لما عطل والبنت اللي اسمها سلمى قالت لهم طب ما نشوف فيديوهات على النت والكلام ده كله. حد قاعد مش فاهم؟ Thank you and a good boy.